أنشأت المملكة العربية السعودية هيئة لتنمية صادراتها غير النفطية التي تمثل أملا كبيرا للسعودية في الخروج مما سماه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إدمان مداخل النفط التي تتذبذب تبعا لتحركات الأسواق والتطورات السياسية وتهتم الهيئه بوضع استراتيجيات ذكيه لتنشيط صادرات القطاع غير النفطي وتقوم ببناء شبكات لاقامه علاقات بين المصدرين السعوديين والمستوردين للسلع السعوديه في ارجاء العالم. وقد بدات تلك السياسات والجهود الدؤوبه تؤتي اكلها في الاونه الاخيره بحسب الاحصاءات التي تعلنها الجهات السعوديه المختصه. لا شك في ان هذه الاستراتيجيه السعوديه التي اكتسبت عمقا جديدا بعد تطبيق خطه رؤيه المملكه للعام 2030 تقف نموذجا يجب ان تقتدي به الدول التي تتطلع الي نهوض مماثل وان لم يكن لديها من النفط ما لدي المملكه ويشار بوجه الخصوص إلى السودانيين في إصلاح قطاعاتهم التصنيعية والزراعية والخدمية بغية إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني الذي ظل يعاني اختلالات هيكلية مستمرة على مدى عقود من جراء عدم الاستقرار السياسي وتذبذب سياسات الأنظمة العسكرية التي استأثرت بحكم البلاد معظم السنوات التي أعقبت الاستقلال في عام 56 وتسعمائة وألف وادى الخلل في سياسات تلك الانظمه التي اعتنق كل منها انتماءات فكريه وسياسيه راوحت من اقصى اليمين مرورا بالوسط وانتهاء باليسار ادى الى تشوهات باتت متجذره في الاداء الاقتصادي واضحى استئصالها عسيرا جدا لكن الامل موجود لان السودان ينعم بقدر كبير من الموارد والمواد الخام والخبرات البشريه وزاد حجم تلك الاختلالات الهيكليه خلال الاعوام الثلاثين المنصرمه نتيجه لاستشراء الفساد في مفاصل الاقتصاد والاداره الاقتصاديه وعدم ثبات السياسات النقديه والماليه